ألف سرزة وسرزة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هردشت المدخنون في الأرض. ظهر قانون منع التدخين في الأماكن العامة في أمريكا أولا ومن ثم في أوروبا، وكان قبل ذلك بسنوات طويلة قد ظهر في الاتحاد السوفيتي، وقبل سنوات معدودة على أصابع الإيدين. اسلموا إيديك حبيب بالزبطة للنار شوي، والله ما بتسحب معي الأركيلة ليكون الأطل من البربيش. كان قانون منع التدخين ساريا وشغالا التشغيل العجيبة في الاتحاد السوفيتي أيام ما كان في اتحاد سوفيتي، وكان القانون يقول أنه التدخين ممنوع تحت أي سقف، لذلك كان القانون ساريا في البيوت أيضا. وياما كنا نشاهد رجالا طويلين عريضين واقفين أمام أبواب بيوتهم في عز البرد الروسي السليماني كي يدخنوا سيجارة. صحيح أنه لم يكن هناك مراقبون في البيوت، لكن الزوجات في هكذا حالات أقوى من أعتى مراقب. وكثيرا ما أصدرت قانونا لمنع التدخين في بيتي ثم خرقته بنفسي، رغم محاولات أولادي بتسيير هذا القانون، إلا أنني كنت أقول لهم أنا المدخن الوحيد في البيت، أنه معي استثناء من وزارة الثقافة لأنه كاتب، ولكنني كاذب عديم الإرادة، خاصة عندما أجلس إلى اللابتوب للكتابة. يا أخي والله مو حلو منظر الكاتب بدون سيجارة، وخاصة إذا تذكرت أنني أصبحت كاتبا فقط لكي تنشر الجرائد صورتي وأنا مشرع سيجارتي مثل كتاب أيام زمان، حيث يظهر الوجه النبيل من خلف الدخان، لكن لا دخان بدون نار. وهكذا تخيل يا أخي المدخن أنك جالس بنصاص الليالي في بيتك، والبرد برا سليماني، والمطر يهطل مدرارا، والمزاريب تغني لحن الشتاء، وانت مو على بالك، شوفاجك شغال وعين الله تحرسك من البرد ومن القيل ومن القال. وفجأة يا حبيب جئت لتشعل سيجارة، وإذا بالقداحة منزوعة وما عادت أتحت، والغاز ما بيشتغل إلا بشعلة من برا، قداحته مو منه فيه، والشوفاج على قد ما بيدفيك ما بيقدر يشعل لك سيجارتك. تبحث عن مدفأة صغيرة قديمة من تبع 75 ليرة الآن، كنت قد احتقرتها ورميتها على سقيفة أيام ما كان حقها 20 ليرة، تصعد على سلم بدون سنيد من خلفك، من وين بدك تجيب سنيد بنصاص الليالي؟ أصلا ما فيك تتصل برفيقك وتقله يجي ليسند لك السلم، وتعاني من مخاطر الصعود وتعثر في ركام الأشياء على الصوبية الكهربائية الصغيرة وتنزلها وتنزل معها ويزحط السلم فتهبط على طريقة الدبلكة وتصرخ الصرخة العجيبة ويصدر دوي هائل من أثر السقطة. تجرب الصوبية ولكنها لا تستجيب، ويخيب عندك الرجاء فتتذكر أنك سقطت من علن فتقول آخ، وتسمع صوت الجرس فتركض متحاملا على آلامك، تنظر من العين الساحرة فإذ بجارك اللي تحتك طالع يطمن شو صار، تمسك سيجارتك بيد وتفتح بيد مشان الله شعل جار، وغدا نلتقي على حديث الدخان والنار. هكذا حدثنا هردمشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان دركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.